أهلا بكم من جديد. تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1439 مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة. أعرب جلالته وأيده الله فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على دول وشعوب مجلس التعاون الشقيقة بوافر الخير واليمن والبركات. كما تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى برقيات تهنئة مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية، ضمنها جلالته خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بهذه المناسبة الجليلة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليهم بدوام الصحة والسعادة وعلى بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالعزة والمنعة والسؤر. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم عددا من أهالي سترة، وذلك في إطار حرص جلالته على التواصل والالتقاء مع أهل البحرين الكرام، ما يعود بالخير والمنفعة على الوطن والمواطن. وقد تشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك المفدى. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير البداية لهذا اللقاء الطيب تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود بداية أن نرحب بكم وأن نشكر لكم حضوركم الذي يأتي جرياً على عادة أهل البحرين الكرام وحرصهم على تقوية روابط الأخوة والمودة من خلال وصلهم وتقاربهم وتضامنهم الذي نسعد به على الدوام. ويطيب لنا أن نهنئ الجميع بحلول رأس السنة الهجرية سائلين المولى عز وجل أن يجعلها سنة خير وفلاح على مملكة البحرين والأمة العربية والإسلامية. أما بعد، نجد في مناسبتنا هذا الفرصة الطيبة للتأكيد على ثوابتنا الوطنية الجامعة والموحدة والمحافظة من بعد الله عز وجل على لحمتنا ووحدتنا ولاستقرار وطننا الذي طالما استمد قوته ورفعته من إخلاص أبنائه الذين يبادلون صدق الانتماء ويحافظون على وحدة كيانه ويهبون للدفاع عن كل شبر فيه. كما نجدد اعتزازنا بإجماع أهل البحرين على البذل والعطاء في خدمة وطنهم وحماية مكتسباته
والحفاظ على قيمه النابعة من حضارته الثرية القائمة على التنوع والتسامح والتعايش ونبذ أسباب الفرقة والخلاف، وفي ذلك شواهد كثيرة على مر التاريخ، حيث كانت الشيم والقيم البحرينية الأصيلة ولا زالت سبباً حاسماً في تقوية قواعد البيت الواحد وترسيخ البحرين كنموذج متحضر للتعايش والانفتاح الإنساني. الإخوة الكرام، في رحاب وطن الجميع ستستمر مسيرة البناء الشامل في كل أرجاء البحرين بعون من الله وعون كل يد مخلصة، لتبقى بلادنا شامخة بتاريخها العريق وحاضرها الباهر، وليكون المستقبل كما نتمناه معكم مستقبلاً مشرقاً وزاهراً بإذنه تعالى. ودمتم لوطنكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكل يعرف سترة وتاريخ أهل سترة وثقافة أهل سترة ومشاركتها في البناء الوطني، وهذا ليس بغريب عليكم وعلى أبنائكم وعلى من سبقونا كلنا من أهل سترة والمناطق الأخرى في البحرين، ولكن اليوم نخص أهل سترة. بالنسبة لي أنا أعتبركم أهل البيعة، فأنتم رحبتم بي أجمل ترحيب وأكبر ترحيب، وإخوانكم كذلك لم يقصروا أبدا، ولكن شاء الحظ أن يكون اللقاء الأكبر الأول في سترة، فهذا يوم لن أنساه. وأنا أشكر الشيخ محمد على ترتيبه واستقباله في ذلك اليوم، وأنا ما أنسى والده الشيخ منصور اللي دائما كنا في هذا المجلس أو المجلس القديم نكون جنب بعض، كان يحرص الله يرحمه أنه يكون مدرس يعلمنا أشياء ما تعلمناها في المدارس، وطبعا دروس الأولين اللي لا تدرس في المدارس تكون أقرب لنا، وعقب نروح للمدارس ونستفيد بعلوم ورياضيات وأشياء حديثة، أما علوم الحياة والتاريخ والمبادئ فكانت عند أهلنا الأولين قوية جداً. أتمنى أن هذه كذلك تكون عندنا حتى نبين لأبنائنا ما هي البحرين، إيش تاريخ البحرين، حضارة البحرين، عادات أهل البحرين، دين أهل البحرين، التعايش اللي بينهم، لأن هذا لا ما له وقت للأسف اليوم إلا عند الأب أو عند ولي الأمر أو في البيت، فإذا كان البيت هو المدرسة الأولى فبيكون هذا أمر كبير لاكتمال شخصية الابن أو البنت. وأهل البحرين ما يقصرون، يعني أهل البحرين تجاوزوا محن كثيرة بحكم علمهم وأخلاقهم وأمانتهم، وهذا الحقيقة أمر يشكر عليه الجميع في كل أنحاء الوطن الغالي. احنا اليوم اجتمعنا بكم ورحبنا بكم
فقط عشان نشوفها لوجيه الكريمة ونسلم عليه في الواقع. وإن شاء الله بعد بنشوف إخوانكم الآخرين، بعد بنوصل لهم مشاعركم الأخوية تجاههم، وإن شاء الله التواصل يستمر. وأنا شاكر لكم مرة أخرى وشكرا. يلقي سعادة السيد محمد عباس آل الشيخ كلمة نيابة عن أهالي قرية سترة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى، حفظكم الله ورعاكم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب الجلالة، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن وفد منطقة سترة، نرفع إلى جلالتكم أسمى آيات الشكر والعرفان على إتاحة هذه الفرصة العظيمة لنا للتشرف بلقائكم في قصركم العامر، حفظكم الله ورعاكم. وإن هذا الأمر ليس بغريب على جلالتكم، فالمعروف عنكم قربكم الدائم مع أبناء شعبكم الوفي، وما وجودنا اليوم إلا لنجدد لجلالتكم البيعة والولاء والمحبة، ونعبر لكم عن مواقفنا الثابتة تجاه كل ما يمس أمن واستقرار مملكة البحرين الغالية أو الإساءة لها ولمكتسباتها الوطنية. ونحن ننظر بكل فخر إلى ما يعزز من اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي، وبما يحفظ مكانة مملكة البحرين من التدخلات الخارجية والأعمال الإرهابية المدانة والمرفوضة على الصعيدين الشعبي والرسمي. إننا كوفد لأهالي سترة والقرى المجاورة لها نرفع لكم عظيم الشكر والامتنان على ما حظيت وتحظى به مملكة البحرين وما تحظى به منطقة سترة من اهتمام ورعاية كريمة من لدن جلالتكم، وفقكم الله ورعاكم. صاحب الجلالة، لا يسعنا ونحن نعيش هذه الأيام الزاهرة في ظل مشروع جلالتكم الإصلاحي إلا أن نستذكر بكل فخر إسهاماتكم ودوركم المشهود في جمع أبناء هذا الوطن المعطاء على كلمة وقلب واحد عبر الإجماع على ميثاق العمل الوطني الذي جسد معاني الترابط واللحمة والتآخي، ووضع الحقوق والحريات على رأس بنوده، ورسخ معنى المشاركة في القرار بأبهى صوره. وما التفاف أبنائكم حولكم حفظكم الله إلا مؤازرة لجهودكم في الإصلاح ورد لجميلكم على الوطن والمواطنين. في هذا المقام الكريم ونحن في غمرة السعادة بلقاء جلالتكم، نفخر بما سجلته صفحاتكم المشرفة
من مآثر للبحرين وأهلها، وما رسختموه من قيم حميدة ورثتموها عن الآباء والأجداد من آل خليفة الكرام أدام الله عزكم. سيدي صاحب الجلالة، إن وفد أهالي سترة يثمنون عالياً كلمتكم السامية اليوم، ويعتبرونها مبراساً للعمل الوطني، وإنما تفضلتم به من أن أهل سترة هم أهل البيعة، فإننا نقول جميعاً بأنكم يا صاحب الجلالة رمز هذه البيعة. صاحب الجلالة، اسمحوا لي الآن أن أقدم سعادة النائب الشيخ الدكتور مجيد العصفور ليقدم إلى جلالتكم متطلبات وأولويات أهالي منطقة سترة والمجاورة لها، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة والسماحة، الإخوة والأخوات الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظكم الله ورعاكم وأدام عزكم وسدد خطاكم، إنه لشرف عظيم لي ولأهل سترة والقرى المجاورة أن نقف منكم هذا اليوم المبارك على مطلع رأس السنة الهجرية الجديدة، أن نقف هذا الموقف ونحظى بهذا اللقاء مستمعين لتوجيهاتكم السديدة، ومقدمين بين أيديكم حاجات الأهالي في جزيرة سترة والمعامير والعكر والنبي صالح والقرى المجاورة، وكلنا ثقة أنها حاجات محبين بين يدي ملك كريم شجاع محب لشعبه ورعيته. صاحب الجلالة، إن تحقيق الإنجازات والنقلة النوعية لوطننا على مختلف الأصعدة والأوجه، وما تشهده مملكتنا الغالية من نهضة وتطور مستمر على مستوى التنمية الحضرية، لم يكن ليتحقق إلا بفضل توجيهاتكم وقيادتكم الحكيمة وفقكم الله. ولا يفوتنا في هذه اللحظة أن نستذكر أمركم السامي الذي أفلج صدور أبناء شعبكم بإنشاء 40,000 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة. كان لأبناء منطقة سترة حصة كبيرة منها عبر مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني الذي يضم 5,000 وحدة سكنية، وأن أهالي سترة يا صاحب الجلالة يعدون الأيام وهم يراقبون ارتفاع البناء مع اقتراب اكتمال ما يربو على 700 بيت شارف العمل فيها على الانتهاء في مجمع 609 بجزيرة سترة، وإننا ليحدون الأمل بأن تخصص أرض أخرى للمشروع الإسكاني في جزيرة النبي صالح لاستكمال الوحدات الإسكانية للأهالي فيها. وإذ نثمن عالياً يا صاحب الجلالة توجيهاتكم السامية التي لامست حاجة أهالي منطقة سترة من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة في الحصول على السكن اللائق، لنتوجه بالشكر الجزيل لجلالتكم
وكلنا أمل وثقة في أن تنعكس الحركة التنموية والعمرانية من تخطيط وتوسيع وتجديد في مملكتنا الغالية على تحقيق حاجات ومتطلبات سترة وأهاليها والقرى المجاورة ضمن مشاريع صحية وتعليمية واجتماعية وثقافية ورياضية، إذ لا تزال جزيرتنا سترة بحاجة إلى تطوير البنية التحتية فيها من شوارع وأرصفة وإنارة، وتطوير سوق سترة المحلي الذي يقصده المواطنون والمقيمون من كل أرجاء المملكة، وكذلك تطوير نادي سترة الثقافي والرياضي بإنشاء صالة رياضية أنموذجية تلبي أنشطة النادي وبرامجه الثقافية والرياضية والترفيهية لاحتواء النشء والشباب واكتشاف مواهبهم وتوجيه طاقاتهم واستثمار أوقاتهم، بالإضافة إلى إنشاء الملاعب والحدائق العامة في قرى سترة المختلفة، ودعم نادي جزيرة النبيه صالح ونادي العكر الثقافي والرياضي. كما يتطلع الأهالي يا صاحب الجلالة لتطوير مركز سترة الصحي ليتلائم مع متطلبات الطفرة السكانية بالمنطقة والخدمات الصحية المتجددة، كما تحتاج هذه المنطقة إلى بناء مرافئ بحرية جديدة وتطوير المرافئ الحالية، حيث تعتمد الكثير من العوائل على مهنة صيد الأسماك، إضافة إلى توجيه كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاستيعاب الخريجين الجامعيين وجميع الباحثين عن العمل في هذه المنطقة. وأهالي المنطقة يا صاحب الجلالة يأملون في دعم العمل الخيري والديني والتنموي، ويناشدونكم تخصيص وقف استثماري يحقق عوائد مادية تعود بالنفع على جامع سترة، بحيث يكفل صيانته وتلبية كافة متطلباته. وجامع سترة سيدي صاحب الجلالة يتسع لأكثر من 2000 مصلٍ، وقد جدد بناؤه بتوجيهاتكم الرشيدة، إضافة إلى إصدار أمركم السامي بتثبيت وثائق وملكيات الأوقاف في سترة والقرى المحيطة بها، وكذلك نأمل التوجيه في سترة، إضافة إلى تطوير مكتبة سترة العامة بحيث تصبح مركزاً ثقافياً لمصادر التعلم ومركزاً لمصادر التعلم لتنعم جميع فئات المجتمع في المنطقة من رجال ونساء ومتقاعدين وأطفال بكل وسائل المعرفة والترفيه. وكما تعرفون جلالتكم فإن سترة جزيرة يحيط بها البحر من كل الجهات، إلا أنها تفتقر إلى منتزهات العيون والشواطئ والسواحل الطبيعية، فنأمل من جلالتكم توجيه المختصين لتخصيص عدد من منتزهات العيون والشواطئ والواجهات البحرية ليعيش أهالي هذه الجزيرة وينعمون بخيراتها التي حباها الله بها. تلك يا صاحب الجلالة أهم أولويات المنطقة، وستؤدي تلبيتها إلى دعم التنمية المستدامة التي تنشدونها لشعبكم الكريم دوماً عبر المساهمة في تسخير أسباب الحياة الكريمة للأهالي ليكونوا قادرين على العطاء والمساهمة في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة. صاحب الجلالة، إن مسؤولية إدامة حالة النهوض وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والحفاظ على المكتسبات الحضارية تعد من أبرز المرتكزات الأساسية والثوابت التي نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني، وها نحن نضع يدنا بيد جلالتكم أهل سترة والقرى المجاورة وبيد كل المخلصين لاستمرارها وتطويرها، وإن المجتمع البحريني ما كان له هذا السبق الحضاري
إلا بالتفاف الشعب حول قيادته وتماسك أبنائه بقيم المحبة والاحترام والتآخي، فقد شهد لهم التاريخ كأسرة واحدة متماسكة، ولا تزال تستذكر قصص أجدادنا الذين غاصوا في أعماق البحر بقلوب نقية كاللؤلؤ، وجابت سفنهم البحار بعزم الرجال، وكانوا تجاراً ورسل محبة وسلام، وقد حازوا بفضل ذلك ثقة وإعجاب واحترام كل من عرفهم. ونحن اليوم في عصر هذه النهضة المباركة بتوجيه جلالتكم وعزمكم ومعكم شعبكم، وقد أزهر العمران وتهيأت أسباب الرزق وانتشرت صروح العلم والمعرفة والثقافة، نعاهد جلالتكم على الاستمرار في مسيرة العطاء التي نهض بها الرواد الأوائل، كما نعاهد جلالتكم على إبراز الصورة المشرقة المشرفة والمشرقة لوطننا البحرين. صاحب الجلالة، كم يسعد هذا اللقاء الميمون أهالي منطقة سترة والقرى المجاورة، وهم يقدرون كرم وجود وسخاء جلالتكم الدائم لهم، فالجميع يستذكر زيارة جلالتكم التاريخية الميمونة لسترة التي أشاعت البهجة والسرور في جميع البيوت وفي القلوب التي تكن المحبة كل المحبة لجلالتكم. فلا عجب أن هذه الزيارة ما زالت راسخة في أذهان الأهالي حتى الساعة، إلى اليوم يتذكرون مقدب جلالتكم إلى سترة. فالمشهد التاريخي الحميم الذي هب من خلاله الأهالي كبارهم وصغارهم في الالتفاف حول مليكهم الذي بادلهم حباً بحب ومعزة بمعزة فاق كل التصورات. وفي الختام جلالة الملك، نتضرع إلى المولى عز وجل بأن ينعم على جلالتكم بطول العمر، وأن يديم عليكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم لمواصلة مسيرة الخير والنماء والإصلاح لمملكتنا العزيزة بقيادتكم الحكيمة، مؤكدين لجلالتكم أن أهل سترة والقرى المجاورة أهل بيعة، وسيظلون على العهد يبادلونكم الحب والولاء والإخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيعة حب وولاء جددها أهالي سترة لجلالة الملك المفدى خلال اللقاء الذي ضم وجهاء وأعيان المنطقة، الذين عبروا فيه عن ولائهم المطلق لجلالته ولحكومته الرشيدة، ومشددين في الوقت ذاته على مواقفهم الثابتة تجاه كل ما يمس أمن واستقرار مملكتنا الحبيبة.
في الحقيقة يعتبر هذا اليوم من أجمل الأيام اللي شهدتها منطقة سترة وأهالي سترة، الالتقاء بالقائد الأبوي، هذا اللقاء الحنون، اللقاء الهام اللي كنا نتطلع له في الحقيقة بكل فخر وإعجاب. استمعنا اليوم إلى توجيهات سديدة من صاحب الجلالة، استمعنا أيضا إلى تقديره ومحبته إلى أهالي سترة، واعتبرهم أنهم أهل البيعة في البحرين. الحقيقة هذه مشاعر أبوية حنونة من صاحب الجلالة، ونحن كوفد لأهالي سترة نقول لصاحب الجلالة إذا كان أهل سترة هم أهل البيعة فإنهم يمثلون شعبكم في كامل قرى ومدن البحرين، فجميع أهل البحرين هم أهل بيعة، وأنتم يا صاحب الجلالة رمز لهذه البيعة. احنا في الحقيقة نشكر ونثمن ونقدر ما قام به صاحب الجلالة، حيث طلب من الوفد إلقاء أولوياتهم واحتياجاتهم. في الحقيقة تمثلت هذه الاحتياجات في كل ما يهم أهالي سترة، سواء كان على الصعيد الصحي أو التعليمي أو على صعيد التشجير والبناء والأسكان. نحن في الحقيقة نقدر إلى صاحب الجلالة هذه التوجيهات، ونعتبرها تجديد للبيعة وتجديد للمحبة، ودائما شعب البحرين وبالأخص أهالي سترة هم من محبي صاحب الجلالة ومن محبي أهل البحرين، لذلك نقول هذا اللقاء هو عبارة عن لقاء وطني بامتياز. اليوم التقينا مع الملك، وكانت يعني كان لقاء محبة مودة، وشعرنا بالقرب، قرب الملك من شعبه. هذا اللقاء يؤكد على عمق العلاقة ما بين القائد وبين شعبه، وقد لمسنا ذلك من كلماته التي تفضل بها وبين لنا تاريخ سترة وأهل سترة وأهل البحرين عامة، وكيف أن البحرين كانت يعني وما زالت يد واحدة أمام كل الأخطار الأجنبية. في هذا المساء أهالي سترة رفعوا راية الفخر والاعتزاز بكل ما تحقق من إنجازات في المملكة بمختلف المجالات، متطلعين إلى المزيد من المشاريع الهامة والحيوية خاصة بمنطقتهم، مؤكدين على التفافهم حول القيادة الرشيدة ودعمهم الكامل للمسيرة المباركة التي يقودها جلالة الملك المفدى. طبعا تشرفنا بلقاء جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه، وكان لقاء جدا سعيد وممتع، واستمعنا إلى توجيهات جلالته اللي دائما يؤكد على التآخي والتسامح والتشاور والتعاضد بين جميع أطياف المجتمع البحريني. وأهالي سترة طبعا ما يخفى عليهم، دائما يؤكدون مبايعتهم لجلالة الملك، وجلالته استذكر في زيارة التاريخية لجزيرة سترة اللي بينت أهالي سترة التفافها حول جلالة الملك. احنا صراحة سعيدين جدا جدا بالزيارة هذه، لأن انفتاح بيننا وبين القيادة، وعلى أساس الناس تفهم برا أنه في تماسك مستمر بين الناس وبين القيادة وبين الشعب إن شاء الله، وإن شاء الله تكون دائم هذا الزيارات هذه واستقبال المسؤولين لأبناء الشعب. طبعا في هذا اليوم المجيد تشرفنا بمقابلة جلالة الملك المفدى، وطبعا استمعنا لتوجيهاته الكريمة، وطبعا كلنا يعني جنود لهذا الوطن وسنبقى أوفياء لهذا الوطن، وفي نفس الوقت طبعا تزودنا بتوجيهاته الكريمة فيما يتعلق بكل ما يتعلق بالتنمية وما يتعلق بالمواطنة وما يتعلق بكل المعيشة الكريمة. وأنا أشكر جلالة الملك على هذا الوقت الذي أتاح لنا في هذه المقابلة السعيدة، وطبعا نجدد البيعة لجلالة الملك، ونتمنى لمملكة البحرين الكثير من التقدم والتنمية والتطور، وهي في الفعل وصلت إلى مراتب الدول المتقدمة في جميع المستويات، سواء كانت التعليمية والمعيشية وطبعا الإسكانية والخدماتية. تثمين وإكبار لدور جلالة الملك المفدى وإسهاماته المشهودة في جمع أبناء هذا الوطن المعطاء،
على كلمة وقلب واحد، وإشادات من أهالي سترة الكرام على أن كل ما تشهده البحرين من تطور بفضل رؤيته الحكيمة والثاقبة وثوابت المشروع الإصلاحي الكبير الذي يضع المواطنين الكرام في المقام الأول. حب ومشاعر وتطلعات رسمها أهالي سترة في قصر الصخير عند لقائهم بجلالة الملك المفدى، وذلك ليس بالمستغرب حرصه على التواصل مع أبنائه المواطنين. جلالة الملك المفدى وفي كل يوم يقف كما هو دأبه على احتياجات وتطلعات شعبه الوفي. خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.